السلام عليكم. مرحبا يا دكتور. الله يخليك، الله عليكم يكرمك. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك عامل أخبارك؟ إيه؟ نور أم اللايف. الله الله يخليك. لو عندك أي أسئلة طبية ممكن تسألنا أفيدك. لا، أنا عندي لعبة هنا دكتور بلعبها، تمام؟ بعدي ألعبها مع أي حد بيقابلني. لو عايز تلعب تلعب، بعرض عليك ألعابي وأعرض عليك أحكامي. عايز تلعب معايا بتلعب، مش عايز تلعب معايا بخيالك بتبقى أحلى معرفة، فرصة سعيدة، واتعرفت بحد جديد، إيه؟ طب تمام؟ ايه الالعاب؟ زي ايه مثلا الالعاب؟ اللعبة أنا بقول جملة مصرية، الجملة دي عبارة عن 3 أرقام و7 كلمات، بقولها 3 مرات. لو أنت قلتها المرة الرابعة صح، المرة الرابعة عليك أنت. لو أنت قلتها صح هتكسب شريط دولي ب 2000 كوينز. ما قلتهاش صح بتختار حكم من 3، بتقلد صوت العصفور مثلا 10 مرات، بتقلد صوت القطة 10 مرات، بتقلد صوت العنز 10 مرات. هلا بالصيام، منورة بالصيام، فيك تلعب؟ هلا فنانة بتقول كله منور. انا طبيب، انا كده مش هبقى طبيب، انا بفرخ على اخر البتاع. لا انا يا عم يا باشا، انت على دكتور ايه يا عم؟ دكتور تغذية يا عم. لا يا عم، لا يا عم، انا راجل راجل بتاع علم، تسألني في العلم افيدك، حد مريض حد بتاع افيدك، وانا ما انا مش مش انا يعني ما عملت يهمنيش، مش ما يهمنيش استفيد من البرنامج بقدر ان انا انقذ حياة انسان ممكن افيد حياته الناس. تبقى سبب. انت دورك مهم، بتدخل على الناس السرور، حاجه زي كده، بس كل واحد بيبقى ليه تخصصه. اقول لك على حاجه، قسما بالله دكتور احمد، بخش على ناس عامله كده بخليها تفرد وشها، كفايه بس انه حتى لو مش هيلعب بيضحك. وصلت؟ استنى اعمل لك متابعه، اصحى بيا. انا عملت لك متابعه. الله يسهل عليك وربنا يرزقك يا رب من حيث لا تحتسب. اجدع ناس غالي اخوك من البحيره، محمد من البحيره، الله تمام؟ يسلمك، انت على راسي ونورتني، اقسم بالله، وشرفتني، الشرف وانت على ليا، راسي في اي وقت، وان شاء الله الشرف ليا. تشرفنا وتقعد معانا شوية وتفيدنا ونستفيد منك أنا برضه، تحت أمرك، تمام؟ الله يسعدك، تحت أمرك، حبيبي يا دكتور، ربنا يبارك حبيبي فيك، يا دكتور، يومكم سعيد، استاذن منك، سلام، السلام عليكم، سلامة في السلام رعاية عليكم. الله.